تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من معالي نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا الصديقة. أعرب فيها معالي عن خالص التهاني لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه حفظه الله كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء لدولة الكويت، راجيا لسموه رعاه الله موفور الصحة ودوام العافية. هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية لمعالي ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا لمعالي موفور الصحة والعافية.